هذا العصب بعدة حركات فقط بسيطة. في هاي الحالة أنا بحفز، غير المساج ممكن أنا أعمل الطبطبات هذه البسيطة، أو واحد عنده ضيق نفس أو عنده نهجان في النفس فقط يعمل عملية اهتزازات على هذه المنطقة تحت عظمة هاي عظمة التركوة، هذه عندنا القص، عظمة القص، فعلى عظمة القص لتحت هذا هو المجرى، وهاي هي الاهتزازات البسيطة اللي ممكن أسويها مع شهيق وزفير، شهيق وزفير، هذا حال نشط العصب الحائري بشكل مباشر. إني أحط إيدي على بطني وأعمل التمارين التنفسية بعملية ضغط المنطقة الباطنية، معلش أنا دائما مستعجل وبسرعة اللي أسرد كل المعلومات بسرعة بسرعة بسرعة، بس اللي ما ننسى شيء. على كل هذا التمرين إن نحبس النفس في داخل المنطقة الباطنية، يعني بننزله أسفل الرئتين، وعضلة الحجاب الحاجز تنقبض بشكل كويس، وأنا أحط إيدي بالطريقة هذه وأضغط على النفس هذا وأنا حابس النفس لمدة نص دقيقة لدقيقة إذا بقدر في هاي بهاي الوضعية، وأنا طبعا وأنا قاعد بيكون أفضل. نص دقيقة إذا بنقدر، وأنا أطلع النفس دايما بطلعه بشكل بسيط، وخليني أطلعه للنهاية اللي أشغل الطبقات السفلية من العصب الحائري. طبعا هذه الشغلات الرئيسية اللي بتعطي فعالية قوية، بتكرروها قد ما بتكون مرة مرتين ثلاثة، كل ما احتجتوا لعملية استرخاء، مسكنات، مش عارف ايش، هذه هي المسكنات اللي بدها تخفف وجع الراس ما دام فعلتوا العصب الحائر، الانقباضات هذه كلها وزيادة في سرعة التنفس ودقات القلب والقولون العصبي والمثاني العصبي، كلهم هذول حيستفيدوا ويرتاحوا وحتحرقوا وزن لانكم في هاي الحاله ما دام فعلتوا العصب الحائر، اذا نزلتوا السكر، اذا نزلتوا الكورتيزول، اذا نزلتوا الانسولين، يعني عدلتوا الهرمونات عندكم بشكل انكم تفرزوا الهرمونات الصحيه هذه، السيروتونين، هرمون السعاده، الميلاتونين، هرمونات النوم، كله، والدوبامين بنفرز في حال فعلنا العصب الحائر، يعني أفرزنا دوبامين أكثر اللي نتشجع أكثر إن نعمل هذه الأمور اللي هي نتائجها مضمونة، بس جربوا كلوا يا الله. تحياتي لكم، شكرا لكم.